هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبنا الكرام مثل ما انتم شايفين شباب، نزل حدث جديد. حبايبنا وقفوا شوي قبل بلش كل شباب، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا اساطير. حبايبنا خلينا نطلع على لكن رويال شباب، نزل من شوي هذا السكين يا حلوين، ما اعرف شو اسمه، سكين ارنوب. ارنوب شباب هلا الارانب كترانات هالايام، سكين ارنوب نزل الصبحيات وهذا نزل سكين ارنوب جديد يا اساتير. حبايبنا الكرام سكين باين عليه كلش اسطوري، اوكي لميع بيلمع لوز اللوز، وضعه لوز. اوكي حبايبنا الكرام قبل شوي المقطع شباب، بخلينا نوصل 10000 لايك شباب. اوكي هل انتم جاهزين؟ اول شيء قبل كل شيء راح نشيل هذول. اوكي يا صديقي نعمل كونفريم. اوكي معنا 500 جوله شباب، نشوف حظنا هل يسوي يا ترى سوف نشحن ام لا. اوكي بس تعرفوا شباب انا بعرف حظي بيض شباب، انا بعرف حظي بيض شباب، ما بدي اوجع راسي. يا اساطير خلينا نشحن شويه جواهر يا حلوين. ليتس جو يا ساتير، ليتس جو نشحن. طبعا شباب هذا الحدث بيكلف اول لفه 49 60. تك 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 لوز لوز. يلا يا حلوين خلينا نشحن الجواهر ونجيب ابو السكين باخر الليل شباب. يلا يا اساطير لعيونكم شباب، ليتس جو. وينه يا اخي شباب؟ علقت هذا، علقت اللعيبه شباب، علقت اللعيبه يا ستير. قول لي ليك. يلا شباب نستنى الكود يا ستير ونحرق قبل الحدث. هوب وهيك وصلنا الجوهر، ما وصلنا الجوهر، وصلنا الجوهر شباب 1700 جوهر. ليتس جو ناخذ هدول شباب، ناخذ الشحن التراكمي يا ستير. ليتس جو يلا اول لفه شباب لعيون الاساطير السهرانين شباب، جمع بارك على الجميع يا اساطير. ليتس جو شباب. تعتقدون راح اقدر احصل عليه ولا لا من كم لفات هيك يعني؟ لوز اللوز. يلا ابلع والله. لف ولف لف 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 ال شباب اقسم بالله فكرت قادرين، فكرت كان راح يوصل والله يعني ما وصلت. اوكي 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 نعمل لفه اسطوريه كمان يا اساطير، خلينا نشوف. يا الله يا الله يلا ضربة ثانية يا شباب. اوكي اوكي حبايبي، اوكي يا اساطير مثل ما انتم شايفين عندنا هون صندوق. اوكي عندنا هون صندوق ثاني، اوكي عندنا هون صندوق ثالث. لوز لوز اللوز شباب. طبعا شباب بقينا 1 2 3، خلينا نعمل هيك. اسمعوا شباب انه في طريقة بتعمل هيك مثلا، اوكي بتضرب تفتح وبتيجي لهون وبتفتح. خلينا نجرب الطريقه شباب. بيض لم تزبط معنا، لم تزبط معنا يا ساتر. اوكي شباب خلينا نجرب مره ثانيه كي يطلع لنا شباب، ادعوا لي. اوه حصلت على السكين بس كان عندي اياه من زمان. خلينا ناخذ الاشياء شباب. جولد ما جولد شباب ينفعون مشان تطوير شيء شخصيه بتعرفوا يعني. هيجي لهون اخر ضربه شباب، اخر ضربه يا حلوين، باخر ضربه باخر نص الليل. ليتس جو يا زلمي. او ماي جاد شباب اخر ضربه شباب، هل يا ترى راح اخسر عليه ام لا؟ شو رايكم؟ شو شايفين؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم. او ماي جاد حصلنا عليه، اشياء كده راح احصل عليه، ما هي اخر ضربه شباب. اوكي خلينا نشوف السكين وين يا اخي السكين، والله شيء 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 شي. لا لا بدي ادخل نشوف الوضع. اوه شباب يا اخي السكين لميع كثير، يلمع شباب. شو الارنوب هذا؟ سبب بسرعه 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 شباب، مثل كل مره شباب ندخل تدريب تجريب شباب، بالتدريب شباب، تجريب بالتدريب شباب. جي بي تشتت شوف السكين بس هاي اول سكين شباب ترى معي، ما اذا بتلاحظتوا على هذا اول سكين شباب هيك بيلمع يعني شيء كلكو شوز كي بغي كوا وهو يسكي جو فيديو او با. ليتس جو. اوكي خلينا نشوف السكين نقرب عليه. اوكي شباب خلينا نعمل لكم زوم يا اساطير قبل ما نعمل اي شيء. اوكي مشان نشوفوا السكين من على القرب، من على القرب بزاويه اسطوريه وزاويه حاده وزاويه من كل الجهات. لوز اللوز هذا هو السكين يا اساطير مثل ما انتم شايفين، سكين يلمع لميع ما اعرف يا شباب، كل زاويه بيلمع يعني عن جد يعني شيء والله يعني حلو الصراحه. سكين حلو عجبني الصراحة، سكين عجبني. خلينا نجيب نجربه باللعبة شباب. أنا بتعرفون شباب أي سكين بجيبه بحصل عليه لازم أدخل بالتدريب وأشوفه بالون شتات. والله حلو ها يعني هيك وردي ما وردي وشي لوز. تعال نشوف. هلو جايز، قول لي
نشوف. هلو جايز سبرايز. هلو شباب. ووب هاي بلشنا بكريستيانو دخيل الله. بلشنا بكريستيانو ما بخلص منكم بالبث مباشره بتطلعوا لي ولا بالتدريب كمان. خربت سنتك تويا اطلعوا لي اقرعوا. واو ابلع 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 الله هيد شوت تاتن ستوريا من قبل شو اسمه هذا من ورا يا اخي والله ارنوب جميل. شوف شوف اوب هاي تاي 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 الله معك امين امين يا اخي. اوب 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 شباب وقفوا شوي شوي هاي 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 الله عليك الله عليك الله عليك يا اخي والله السكن هذا مبين عليه خفيف صراحة. هاي شو باللوز باللوز اللوز 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 باترون قتلني شباب الباترون قتلني. تعالوا هون يا باترون تعالوا 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 اوب 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 كريستيانو 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 تدريب كمان كريستيانو يخرب بيت سنتو. تعالوا تعالوا اوب بربرني 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 تعال 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 اوكي شباب يا اخي والله السكين يعني غريب يا اخي ابو سلعة ابو سلعة بدك بربر ابو سلعة بربر مو ايه انا بلوز اللوز اوكي شباب يكفي هاي صرنا 10 كيلات شباب لازم يعني اقل لي كل ما اجيب نجرب السكين نجرب 10 كيلات كذا لوز اوكي شباب خلينا نطلع شباب نعمل له شوية تعديلات وما تعديلات والاشياء اللي بعرف تحبوها اوكي شباب خلينا نشوف نشوفه من على القرب شباب نشوف كل لبسة من قرب عنا هنا شباب هذا الارانب عنا القناع اوكي خلينا نشيل بس نحاول نشيل القناع مثلا هذا هو القناع شباب هاي من على القرب طبعا هنا شباب لازم نشيله الجاكيت 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 كمان هذا شوف يا اخي جاكيت بيلمع شباب هي شباب. انا اليوم انا متفاجئ شباب انا متفاجئ انا متفاجئ حبايبي بهذا الحذاء مش كبير اوكي عم يعدوا بالحذاء مش صغير كبير يعني حذاء جميل بس ولكن شباب رح نعمل عليه تعديله اوكي اللي هي شباب طبعا شباب تعديله اللي ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اعدله بس للاسف الشديد شباب انه بهذا السكين ما شباب هذا السكين نخليه هيك رح نحط له بنطال الجاز اوكي لانه بعرفكم شباب انتم بعرفكم شباب دائما عليكم حاطين لنا بنطال بس جرب البنطال شيء مرتب حط لكم بنطال الجاز يا اساطير لانه بعرف 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 عليك بعرف شباب بعرف بعرف متابعين عليكم كل ما تجيب اي سكيل لازم تحط بنطال الجاز بعرف شباب عشق 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 هذا البنطال الجاز عشق لا ينتهي وينه هذا هو بنطال الجاز جبناه والله حتى بنطال الجاز طالع عليه مرتب اوكي شباب راح احط عليه انا نجهز عليه اللعيبة الفاير باس الثاني طبعا الحذاء شباب يعني انا دائما بفضل بالنسبه لي انا دائما بفضل شباب والله يعني اذا بنحط له كمان بعد فاير باس ثاني يطلع حلو بس لا لا نخلي على السكوره نخلي على السكوره حبايبي الكرام اعطونا شيء هيك تشكيله حلوه شباب نلعب فيها بالبث مباشر الايام الجاي اوكي اوكي اساطير حبايبنا بطلب من الجميع متابع هذا المقطع شباب يكتبوا لنا التحديات تحت بالتعليقات اوكي شباب ونشوف اذا في تحديات اسطوريه ويجيب عليها لايكات كثيره راح نعملها ان شاء الله باذن الله تعالى على البث مباشر على الفيسبوك شباب طبعا شباب بعمل دائما بصوت مباشر على الفيسبوك من الاحد للجمعة شباب بشكل يومي من عدا يوم السبت ما عمل شباب ولكن بشهر رمضان بإذن الله تعالى رح يكون في بسوس يومية يا أساطير حبايبنا الكرام مش عجبكم مقطع بشوفكم على خير سلامات لا تنسوا لايكات وشيرات واللي مش مفتوح واللي مش مفعل الدرجة تنزل تحت يفعله بلا مات باي باي سلامات.